السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم. اليوم 19 ديسمبر 2021، وهذا مطعم كشميري على طريق الرياض الدمام. الساعة الآن تقريبا 3:45. نبغى ندخل نتغدى عندهم، نشوف إيش عندهم من أكلات، وإن شاء الله تكون أكلاتهم مثل الصور، صور جميلة والله كريم. وهذه محطة طريق الرياض، طريق الرياض الدمام. أيوة ما شاء الله ما شاء الله، هذا صرامة الدجاج وهذا الخبز. يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، تفضلوا. ما شاء الله طيب، تغدينا والحمد لله، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليه. دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض. أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هدى للناس. الباقيات الصالحات هي الأعمال والأقوال الصالحة ذات الطريق وعدة الآخرة أجر وغنيمة ذكر وفضيلة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات تأملات وشروحات في الأذكار والأوراد. الباقيات الصالحات تقدمه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن محمد الدمجان. تنفيذ عزام بن حسن الحميوي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهداه اهتدى وبهديه اقتدى وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد أيها الإخوة، الدرس السادس من أذكار النوم. أولا نص الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقولها ثلاث مرات. رواه أبو داود. ثانيا رواه الحديث أيها الإخوة هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها بعد موت زوجها قنيس بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما شاء الله تبارك الله، حصلنا فراولة اليوم، يعني سبحان الله رزاق. أحيانا الواحد يلاقي فاكهة موسمها الفراولة الآن، اسمها الشتاء الفراولة على طريق الرياض، السعر مالها بعد يعني في غاية الروعة. العلبة بخمسة ريال، عشر علب من الفراولة بخمسين ريال يا بلاش. أنا محصلها قبل فترة والله، يعني سعرها مرتفع الفراولة. واليوم بالصدفة كذا والله في الرياض، يعني صندوق عشر علب خمسين ريال، وفاكهة طيبة اليوم ما شاء الله تبارك الله، وبالعافية علينا وعلى من يشاهدنا. يعني احنا كان ودنا ناخذ لها صور من غير الإضاءة والفلاشات، بس لا بالظلمة شوي. احنا بالليل الحين على الطريق، صلينا المغرب والحمد لله عينا من الله خير، واخذنا يعني انا شفتها من اول، لكن بعد ما قبل لا اصلي طلعت كرسي بصلي، واخذت لي ثلاث حبات. فصراحه ربي وفقنا اليوم بالفراوله، وهذا شكل الفراوله من غير الفلاش، يعطينا المنظر هذا. الاضاءه ضعيفه، ما في اضاءه، بس هذا شكلها من غير فلاش. وهذا شكل الفراولة بعد ال ما شاء الله تبارك الله، بالعافية علينا.
الحمد لله وشكر لله.